مرحبا. طقس الصيف حار عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الحرارة مرتفعة على الساحل خلال فترة النهار ومعتدلة على الجبال بفترة الليل. رطوبة عالية على الساحل البحر المتوسط، الموج وحرارة 130 درجة. اليوم طقسنا غائم جزئيا مع درجات الحرارة ضمن معدلاتها السنوية ونسبة رطوبة عالية وغطيتها قوية على الجبال بفترة المساء. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 27، على المرتفعات 24، بالبقعة 15 والأرز 12 درجة. نبقى بجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية بينه 30 درجة، 32 بطرابلس، الديمان 24، ليسا 31، كفردبين 24 درجة، 30 ببرمانة، زحلة 34، أرز الشوف 27، صيدا 32 درجة، وسور 32. الرطوبة بتتراوح بين 45 و90%، حرارة سطح الماء 30 درجة، وسرعة الرياح بتتراوح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة. الرياح عم بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين يلي جايين؟ نهار السبت بتتراوح بين 27 و32 درجة، الأحد بين 28 و33، والتنين بتتراوح بين 29 و35 درجة. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، وبنبدأ جولتنا مع أبو ظبي 46، الكويت 50، القدس 30 درجة، 31 بطرابلس، تونس 37، وبننهي جولتنا مع روما 32 وباريس 25 درجة. وهون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.